منذ أن تواجد الإنسان على هذه الأرض لعبت الحيوانات في حياته دورا هاما. استعان الإنسان بها في طعامه، ومن جلودها صنع كل ما يحتاج من كساء. والعماني ومنذ القدم تعامل مع الجلود فطوعها وصنع منها كل ما يريد بأدوات بسيطة: مخرز، مقص، إبرة وغراء. وبمهارة الشمار، وهو الحرفي الذي يقوم بصنع أشياء يحتاجها العماني من الجلود، بمهارته يبدأ بصنع محزم لأحد الرجال ليضع طلقات بندقيته فيه ويتحزم به. بعد أن يكون الشمار قد قام بتجهيز الجلد من دباغة وتحضير، يقوم بقص الجلد حسب المقاس اللازم لصنع المحزم. يثني الجلد ليصبح أكثر قوة ومتانة. يدهن بمادة الصمغ اللاصقة أجزاء الجلد جميعها ليضع قطعة جلد أخرى فوقها، ثم يضع الصمغ على قطعة الجلد الثانية. وقديما كان الشمار يستخدم الطحين بدلا من الصمغ، وتحضر هذه المادة من خلال وضع طحين داخل إناء فيه ماء فوق النار ويترك حتى يغلي. بعدها يتم تحريك المزيج حتى يبرد ليصبح جاهزا للصق. لكن الشمار العماني وجد أن الصمغ أكثر فعالية من مزيج الطحين. وما إن تتم عملية اللصق حتى يقوم الشمار بضغط قطعتي الجلد ليتأكد من التصاق الجلد جيدا. يستعمل يده تارة وتارة أخرى يستخدم مقبض المخرز حتى تتماسك
أجزاء المحزم. وليتأكد الشمار من تماسك قطع الجلود التي تشكل المحزم بعد وضع الصمغ عليها، يقوم بوضعها تحت أشعة الشمس مدة 24 ساعة. يصير بعدها جلد المحزم متماسكا وقويا. وما إن تصبح أجزاء المحزم الجلدية متماسكة حتى يبدأ الشمار بتجهيز المشرط ليبدأ بقص الجلد ليأخذ شكل المحزم. يضع الشمار قطعة جلد فوق المحزم الذي أعده، يثبت القطعتين فوق بعضهما البعض، ومن خلال المخرز يفتح ثقوبا بالجلد لتسهل عليه خياطتهما. يدهن الخيط الجلدي بالدهن لكي يصبح الخيط أكثر مرونة وأكثر ليونة، وبالتالي أكثر طواعية بين يدي الشمار. يحضر طلقة ويضعها على المحزم، ثم يقوم بقياسها ليتلائم حجم الطلقة مع الفتحة الجلدية التي أحدثها، ثم يبدأ بالمخيط. وقبل أن يقوم بعمل الفتحة الثانية يجري القياس مرة أخرى لتتم الملائمة بين حجم الطلقة وسعة الفتحة التي أحدثها. ويستمر في الخياطة ويكمل الفتحات المخصصة لطلقات البندقية الواحدة تلو الأخرى. وبكل الأناة والصبر يستمر الشمار بصناعة المحزم، يداه تعملان بكل قوة وبكل مهارة، يركز كل اهتمامه وانتباهه ليخرج العمل من بين يديه غاية في الجودة والإتقان. ولا يكتفي باستخدام يديه، فربما يحتاج العمل إلى استخدام قدميه كذلك
من أجل تثبيت أجزاء المحزم. يعد ما أنجز من فتحات المحزم ليتأكد من سلامة عمله. وما إن ينتهي الشمار من عد فتحات المحزم التي توضع بها الطلقات حتى يتأكد من ضرورة زيادة عددها لتتلائم مع المقاس المطلوب، فيقوم بزيادة الفتحات من خلال إضافة قطعة جلدية أخرى. ويشرع بعمل إبزيم للمحزم، ويتم ذلك من خلال قص قطعة جلدية ليضع الإبزيم بها ويثبتها على المحزم في أحد طرفيه. وفي الطرف الثاني من المحزم يقوم بتثبيت قطعة جلدية رفيعة تكون مثقبة ليدخل بها مسمار الإبزيم حين ارتداء المحزم. والإبزيم المصنوع من الفضة يتم تثبيته بواسطة تباشيم فضية في المحزم. ينهي الشمار ما بدأ بصنعه، صنع تحفة فنية حين يرتديها الرجال يشعرون وهم يتحزمون بها باكتمال أناقتهم وانسجامها مع ما يرتدون، فبوركت الأيدي الماهرة.